هي نقطة انطلاق رئيسة لمشوار الصباح الصباحات الندية. مشاهدينا نواصل معكم دفق الصباح الحي، ولكل مكان محمول الثقافي، وإذا هذا المكان ارتبط ببلدان السودان أو مناطق السودان المختلفة هذا شيء جميل، حتى المناطق اللي دائما هي ذاخرة بكثير جدا من الخيرات والطبيعة الخلابة، وأيضا هذه المناطق ارتبطت بالتاريخ. جزيرة لبب من خلال هذا التقرير. من على البعد وفي وسط النيل الخالد سليل الفراديس، تلوح جزيرة لبب جنوبي مدينة دونغولا بشمال السودان، وهي أولى الخطوات في الرحلة القاصدة للجزيرة المجاورة لعدد من القرى في المنطقة. فود نميري والصحابة والشيخ الشريف هي أيقونات تحيط بلبب بكل فخر ومهابة. فالجزيرة خلافاً لكونها تفخر بالتاريخ والأصالة، فهي استدعاء في كل لحظة لجميل الأشياء التي ظلت وساماً على صدر أهل الشمال. فأصداء التراث النوبي تجول معك أينما ذهبت، وأنت تهمه بسؤال أهلها عن مضامين جزيرتهم لبب. إذن نحن وبصدق على ذات الجزيرة والأرض التي شهدت صرخة ميلاد الإمام محمد أحمد المهدي قائد الثورة المهدية، الذي استقبلته لبب مولودا فيها العام 1843 للميلاد. ويبدو أننا لسنا الضيوف الوحيدين على أرض الجزيرة، فتدافع الناس يشير إلى أن حدثا عظيما تحتفي به الجزيرة. لا إله إلا الله. وسرعان ما تجيء الإجابة بأن الاحتفاء السنوي لذكرى الإمام المهدي، وهو الاحتفاء الذي يحرص أهالي الجزيرة على أن يكون محضورا، لا سيما وأن الحدث يقام على ذات المحراب المسمى بمحراب الإمام المهدي. ويبدو أن المشهد يبدأ بهذه الطريقة. وبعده يحتفل بوضع حجر الأساس لمجمع الإمام المهدي وسط تهليل وتكبير أهل الجزيرة. وعن خصوصية المحراب يقول الأستاذ محمد عبد القادر من أهالي جزيرة لبب: ارتبطت جزيرة لبب منذ القدم بالقرآن وتعليمه، وكانت تسمى بجزيرة القرآن من كثرة الخلاوة وحفظة كتاب الله الكريم، وربما هو ما جعل من أهل الجزيرة بوتقة واحدة متعاونين في جميع الملمات. فجزيرة لبب حتى اليوم لم تختفي منها جلسات الأنس والتفاكر في شأن الحياة العامة بالجزيرة والاحتشاد عند المناسبات، فالتواصل الاجتماعي بينهم سمة مميزة، خاصة عندما تصادف مثلا احتفالا بالجزيرة فتقصده، فتتجلى لك كافة الملامح التي شكلت روح التواصل بين أهل الجزيرة. ربما كان يومنا في جزيرة لبب يوما عابرا، غير أن الإبحار في عوالم تاريخها يجعل من هذا اليوم امتدادا زمانيا قد لا تستطيع ذاكرة التاريخ أن تدرك أبعاده، ليس لأنها لبب الجزيرة، بل لأن السفر عبر التاريخ دائما ما يخلف هذا الإحساس في النفس. هذا التقدير لزميل مزار بقداوي على هذا التقرير الجميل، وتحية من ثورة ديسمبر للثورة المهدية اللي شكلت تاريخ السودان الحديث
وشكلت أبرز ملامح النضال والمفاهيم النضالية التي نعيشها نحن أيضا هذه الأيام، توارثناها جيلا خلف جيل.